بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين على قناة بيبو سبورتس وبرنامج الموهوب مع بيبو. قبل ما نبدأ حلقتنا النهاردة، ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والشير واللايك علشان يصلك كل ما هو جديد إن شاء الله. يلا بينا نبدأ الحلقة، يلا بينا. اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين على قناه بيبو سبورتس وبرنامج الموهوب مع بيبو. قبل ما ابدا الحلقه معاكم، هتكلم معاكم على حته فكاهيه خفيفه كده على السريع عشان نبدا الحلقه بابتسامه جميله باذن الله تعالى. واحد بيسالني بيقول لي يا كابتن بيبو، هو مستر كارلوس كوروش ما خدش ليه اليو ديانج وبيرسي تاو؟ قلت له ايه اللي جاب القلعه جنب البحر؟ يلا بينا نبدا حلقتنا النهارده عن قائمه المنتخب المصري واستبعاد بعض اللاعبين. عن كلنا شفنا القائمه كان فيها محمد مجدي قفشه بعد عوده للمنتخب المصري، لكن انا ليا بعض التحفظ شويه على مستر كارلوس كروش عن استبعاد محمد شريف، وبالتالي مستر كارلوس كروش هيلعب بنفس الطريقه اللي لعب بها في كاس الامم الافريقيه الاخيره، هيبقى عنده حذر دفاعي بحت من خلال القائمه اللي هو اختارها. وبالتالي مستر كارلوس كروش اختار نسبة كبيرة جدا من الناس اللي كانت معاه في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة في الكاميرون 2022، وبالتالي خسر كارلوس كروش المباراة النهائية. كلنا فاكرين الضربة اللي ضيعها مهند لاشين اللي كارلوس كروش استبعده في هذه القائمة وحط مكانه دونجا. لكن أنا لي عتاب على مستر كارلوس كروش، إزاي يبقى عندك واحد هداف افريقيا في دوري المجموعات في دوري ابطال افريقيا زي محمد شريف تهمشه من هذه القائمه؟ سؤال وعلامه استفهام كل الناس بتتساءل، هو ليه ما خدش محمد شريف في هذه القائمه؟ كلنا بنسال. هو اعتقد مش هياخد محمد شريف، ونفس الشيء برضك مش هياخد احمد عبد القادر، لكن احمد عبد القادر في المحطه القادمه من وجهه نظري بعد الصعود لكاس العالم. لو ما صعدناش لا قدر الله في هذه المباراتين، طبعا يبقى احمد عبد القادر مستر كارلوس كروش هيبدا يبني عليه قوام جديد للمنتخب القومي المصري. ان شاء الله لو صعدنا احمد عبد القادر باذن الله يكون في قائمه المنتخب المصري ان شاء الله في تصفيات كاس العالم. خدها مني على طول ان احمد عبد القادر ان شاء الله هيبقى في المستقبل القريب من قوام المنتخب المصري ان شاء الله. برضك ليا اعتاب على بعض اصحاب القنوات وبعض الاعلاميين الكبار، يعني انا مش عارف انتوا ازاي بتصرحوا حاجات انتوا ما انتش عارفين الاساس فيها بصراحه. ناس تقول لك فلان جاي الاهلي وعلان جاي الاهلي والاهلي اشترى اربعه والزمالك اشترى مش عارف ايه. ازاي يا جماعه والدور الاول من الدوري المصري لسه ما خلص والدور الثاني لسه ما بداش ولسه بدري عن مرحله الصيف؟ ممكن يكون في فرق اشترت وكل حاجه، لكن ما اعتقدش ان المسؤول او إدارة النادي الاهلي والزمالك هتكون بالسذاجة اللي الناس بتتكلم عليها، ان هو لما يشتري صفقة يروح يرميها للمواقع والسوشيال ميديا والقنوات قبل ما يعلن عنها، لان اللاعب اغلبتهم مرتبطين بعقد مع انديتهم. اغلب اللاعبين بيبقوا مشتركين مع فرقهم، واستحالة طبعا يتم الاعلان عن اي صفقة، علشان ده طبعا من الناحية القانونية خطأ كبير جدا هيقع فيه اغلب اللاعبين لو تم ذلك. علشان كده اغلب المسؤولين عن الصفقات او اداره الانديه ما ينفعش انها تطلع تعلن عن الصفقات او تسرب حتى لبعض المواقع او الصحف او القنوات الرياضيه، لان ده بيعود من الناحيه القانونيه خطا كبير جدا هيقع فيه النادي او اللاعب. انا بستبعد خالص جدا ان يحصل اتفاق بين حاليا اي لاعب وبين النادي، لان الوقت غير صالح لهذا الامر. ما تحاولوش تروحوا لاي حد ان هو يقول لكم ده فلان مضى للاهلي، ده علان مضى للزمالك، الكلام ده كله غير حقيقي وهو استنتاجات وبيعتمد فيها على التوقع. لكن انا اعتبر ممكن نسبه كبيره جدا كل الكلام ده غير صحيح، لكن هننتظر في نهايه الموسم ونقدر نتكلم عن سوء الانتقالات الصيفية الفترة القادمة بإذن الله تعالى. الشيء الثاني، الناس كلها تابعت مباراة برشلونة بالأمس وريال مدريد، وفوز كبير جدا لبرشلونة على ريال مدريد في عقر داره.
بالامس، وانشيلوتي المدير الفني لريال مدريد امبارح كان شكله وحش جدا ولعب بطريقه خطا من اول دقيقه في المباراه لاخر دقيقه. كلنا كنا شايفين ان برشلونه ماسك وضاغط من اول دقيقه في المباراه. انشيلوتي كان بيلعب بطريقه 4-1-4-1، وقع في فخ الهزيمه الثقيله جدا، على الرغم ان ريال مدريد هو الاول في الدوري الاسباني برصيد 66 نقطه، وطبعا يعني بحوالي 9 نقاط عن اقرب منافسي اشبيليه ب 57 نقطه، وبرشلونه ب 54 نقطه. فرق كبير جدا ما بين المركز الاول والمركز الثاني في الدوري الاسباني. بنقول لفريق برشلونه الف مبروك وجماهيره، ونقول لجماهير ريال مدريد وفريق ريال مدريد هارد لك. نتيجه انا من وجهه نظري كبيره جدا، وبالذات في ملعب ريال مدريد، لكن هذه هي كرة القدم. يوم ليك ويوم عليك، الدنيا كده بتورينا كده الوش الآخر، سواء من السعادة أو الحزن، بنشوفها دايما في كرة القدم. نروح مرة تانية لمستر كارلوس كروش، هيلعب ازاي في الفترة القادمة؟ لكن أنا أعتقد هيلعب بنفس الطريقة في المباراتين الفصلتين في تصفيات كأس العالم القادمة بإذن الله تعالى في قطر. نتمنى إن شاء الله الفوز للمنتخب المصري في هذه المباراتين، اللي نتمنى ان شاء الله من رجالتنا، رجاله المنتخب المصري، ان هم يقدموا لنا مباراتين ولا اروع ولا اجمل، يعبروا فيهم ان المنتخب المصري من افضل المنتخبات على مستوى القاره السمراء. اليوم ان شاء الله كارلوس كروش هيبدا اولى التدريبات واول تجميعه للمنتخب المصري بعد نهائيات كاس الامم الافريقيه الاخيره اللي كانت في الكاميرون 2022. علشان كده مستر كارلوس كروش هيبدأ بقى النهاردة يشتغل الشغل الجاد، ويبدأ يطبق في الجمل التكتيكية والفنية، ويحفز بعض اللاعبين، ويعمل عملية الاستشفاء لبعض اللاعبين اللي عندهم الإجهاد والتعب في الفترة الأخيرة، سواء من لاعبي الأهلي والزمالك. وبالتالي شفنا لاعبي الأهلي والزمالك في دوري الأبطال كان المستوى في تراجع كبير جدا، كلنا شفنا خروج نادي الزمالك في دوري الأبطال الأفريقي وبقى آخر المجموعة، وبالتالي ما عادش له أي فرصة خالص في الفترة القادمة. لكن على عكس النادي الأهلي اللي طبعا حظوظه بقت كبيرة جدا إن هو يبقى يحتل المركز الثاني في المجموعة الأولى لدوري المجموعات ودوري أبطال أفريقيا، الأهلي لسه له مباراة وحيدة أمام الهلال السوداني إن شاء الله، ويصعد كتاني المجموعة وإن شاء الله يحقق الفوز الثالث على التوالي لدوري أبطال أفريقيا والنجمة 11 في تاريخ النادي الأهلي. مستر كارلوس كروش المدير الفني يحاول بقدر الإمكان ويعمل عملية الاستشفاء، ويبدأ بتمرين خفيف أو تدريب خفيف لأغلب اللاعبين، وكلنا شفنا أن قوام المنتخب القومي كله أغلبه من الأهلي والزمالك. المنتخب المصري فيه 7 لاعبين من النادي الأهلي و5 لاعبين من نادي الزمالك. أغلب قوام المنتخب المصري بيبقى من الأهلي والزمالك. شفنا تراجع كبير جدا لمستوى وأداء لاعبي الأهلي في البطولة أو دوري أبطال أفريقيا. كده مستر كارلوس كروش هيحاول بقدر الإمكان أنه هيبدأ بتدريب خفيف جدا، يخرج به بعض اللاعبين علشان مباراة يوم الجمعة القادمة بإذن الله تعالى في استاد القاهرة في تمام الساعة 9:30 بتوقيت القاهرة بإذن الله تعالى. وكل الأمنيات القلبية إن المنتخب المصري يقدم لقاء كبير جدا ويخلص المباراة من استاد القاهرة، ونروح مرتاحين في السنغال، ونبقى إن شاء الله نضمن الصعود من المباراة الأولى في استاد القاهرة. مرة تانية بنتمنى ان الفوز يكون حليف المنتخب المصري في هذه المباراة. نتمنى ان شاء الله ان احنا ننهي الصعود في المباراة الاولى للمنتخب المصري في القاهرة بإذن الله. وفي نهاية الحلقة ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والشير واللايك علشان يصلك كل ما هو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.